السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم ربيعة. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة آسيوية اللي هي كتجي زوينة بزاف، رائعة، غنية على التعريف، يعني كلشي تيعرفها. هي تنصيبها بواحد لاصوص ترياكي، هي واحد الصلصة آسيوية اللي ما كاينش اللي ما كيبغيهاش. المزيج بين الحامض والحلو وال شنو نقول لكم، واحد المزيج اللي هو رائع بزاف، يعني اللي ما تذوقوش ما يمكنش يحكم عليه. غادي نحتاجو جوج المعالق ديال زيت الزيتون، معلقه كبيره ديال الخل ديال الرز، ها هو خل الارز، راه دابا متواجدين يعني في الاسيمه مرجان، جوج المعالق ديال الصويا صوص، بودره ديال الثومه ولا جوج دريسات ديال الثومه محكوكين، سكينجبير ولا سكي هكا مطحون ولا طري، معلقه كبيره ديال سنيده، وجوج المعالق ديال الخل بالزاميك. غادي نمججو هادشي كله هو فواحد الزليفه مع واحد المعلقه كبيره ديال الجنجلان، ها هو، يعني اما هو اما الزيت ديالو، دابا حنايا كنعوضوه به هو، وما خصنا نورمالمون الزيت ديالو. وكي قلت لكم مع خل بالزاميك كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع بزاف. كنشدو واحد السليفه كنمجو هاد المكونات كاملين وكنخدمو بهم. بالنسبه ليا انايا بغيت نديرها اليوم بسباكيتي، ممكن نديرها بالنودلز، ممكن نديرها بالرز، ممكن نديرها بالدجاج، يعني بزاف ديال الطرق ممكن. انا غادي نعطيكم واحد الطريقه ديال المسمن، مسمن عامه بالدجاج، وغادي نديرو فهاد الصوص التراكي كيجي رائع بزاف في الحلقات المقبله. ان شاء الله. يلا دابا غادي نبداو الوصفه، مرحبا بكم. دابا غادي نبداو نصايبو في الخضره السوطي ديالنا مع الدجاج. كتجي هاد الوصفه زوينه بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوها. هنايا درت قطيرات ديال الزيت الروميه، هنايا مقطعه فلفله، غنوريكم فلفله خضراء، وواحد شويه واحد نص بصيله. هادشي كله تيدار فوق عافيه يعني مجهده، راه نتوما عارفين الطبخ الاسيوي، الطبخ الاسيوي كلهم تيطيبوا وتتبقى الخضره شويه مقرمشه، يعني ماشي طايبه بزاف. شويه ديال الملحه، وديروا غطوا بالكم راه كاينه لاصوص، شويه ديال البزار، شويه ديال البودره ديال الثومه، ثم حطي الصوطه بشويه عليه، يعني كلشي تنديروه بطه وحده باش يبقى هادشي هكا مقرمش. كتجي هاد الوصفه فريمون رائعه، مع لاصوص ترياكي ها هي عندي انا هنايا موجوده. غادي نجيبو دابا الشامبينيون، نديرو لي تيرفد الطياب هو الاول، جيتي رفض الطياب نسبقوه هو الاول، نغسلوه بيان سور، نزيد منو شويه. الى عندكم طري ديروه، عندكم هكا معلب ديروه، يعني كلشي على عافيه مجهده. مع فول ووك ديال الاسيويين، نشحرو فيه مزيان، نتمنى
ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقه. على ما نخليه واحد جوج دقائق ونرجع معكم. غادي نزيد هنايا واحد المعلقه ديال لاصوص، غادي نبدا نزيد بشويه بشويه باش يزيد الشرب عليا. واحد الريحة كتطلع، يعني المزيج بين الحامض والحلو كيجي زوين بزاف. نشوف هو الشامبينيون كيبدا تيدخل ليه الخيار، تمام زوين. كلشي خصو يبقى كروكون، ديما 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 الطبخ الآسيوي كيبقى كلشي مطيبش مزيان. غادي نزيدو دابا هنايا عندي قطع ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج مقطعاه هكا طويل. ممكن مرة تنديرو بالصومون، مرة كل مرة واش تنديرو الحب الأبيض، مرة الدجاج، يعني على حسب المحتوى الزيت. ممكن هاد الوصفة نستعملوها باللوز، ممكن بالنودلز، ممكن سباكيتي، يعني على حسب داكشي اللي كاين. زيدو لاصوص، اللي محبي لاصوص يزيدوها، اللي بغاها شوية يزيدها. يعني طبق يعني دغيا كيوجد. انا بالنسبه ليا دابا دخل الغدا من قبيله، قطعت المكونات وخليتهم حتى لوقيت الغدا، كندير هادشي دغيا باش يبقى سخون. هانتوما نتسناو عليه حتى يبدا يطيب الدجاج، نعاودو نزيدو لاصوص، نزيد تشربها. ممكن اي خضره ديرو، ممكن خيل، انا دابا دايره خيزو سلقته مع سباكيتي. ممكن ديرو دوك سميتو كاتون تفكا مع تنزرف، لا تنفكا البروكلي، يعني تنديرو حتى هو دابا ما بقاش عندي. ممكن ديرو البروكلي، ممكن البوافو، ممكن الدجاج، يعني تدجاج تيجي، يعني اي خضره اللي بغيتو، الفلافل الالوان. بالنسبه للوليدات اللي ما تيبغوش ياكلوا خضار، ها انتم شفتوها ما زقيتش من التحريك منين بديت، يعني هذه الطريقه، يعني من الاول من طياب الدجاج، من طياب الشامبينيو، من طلعت سباكيتي تقريبا 10 دقائق. ها انتم طياب الدجاج راه انتم عارفينو ما تيفتش طياب بزاف. شوفوا الشطاف تحس واحد شوي، نزيد لاصوص، تبقى نزيد شوي بشوي باش نشربها مزيان. سباكيتي هي مسلوقة بردات حيت من قبيلة وانا سلقاها، مع خيزو مقطع طريفات طريفات، يعني ماشي مسلوق بزاف، راه غير مسلقة تقريبا. واللي بغا يديرو هكا خضر يديرو، راه ممكن هو اصلا تيديرو بخضر، ماشي دقة هادشي. حركو مزيان، اول حاجة نزيدو لاصوص، يعني على حسب اللي كيبغي لاصوص كثيره ولا قليله، على حسب داكشي اللي كتبغيو. غادي نزيد لاصوص كلها هي، هذا بالنسبه لي كيعجبني تكون لاصوص.
هاو نحركو مزيان حتى تشرب لينا العطريه مزيان. هاد في الاخر ندوقو واش خصها الملح البزار على حسب. انا بالنسبه لي غادي نوقف عند هاد الحد، يعني دقتها ما باقي خصها لا ملحه لا بزار لا والو. غادي نزيدي واحد شويه ديال السودانيه، انا عندي حاره بزاف هي اللي كيبغيها، يعني صافي تشربات ليا لاصوص مزيان. صافي دابا غادي نتلاقاو ان شاء الله في تقديم.